وأولى فقراتنا هي فقرة كتير لطيفة رح نحكي فيها عن كتير من المخططات أو حتى العادات السيئة يلي منحاول دايما بكل سنة وبقدوم شهر رمضان المبارك أنه نحن نغيرها نخفف منها وأحيانا كتير نتخلص من هي العادات السيئة. دي بدنا قوة إرادة وكيف فينا نصبر ونغير من هي العادات. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع دكتورة شفاء صوان. صباح الخير دكتورة. يسعدني صباحكم. صباحك الرواء والخير والإيجابية. يسعد صباحك يا رب. خلينا نبلش محاضرتك. كثير اوقات اشخاص بينتظروا هذا الشهر لكثير اسباب، في ناس اسباب صحيه وفي ناس ايضا لاسباب نفسيه، بيقولوا هالشهر روحاني بيخلي الواحد يرجع هيك لنفسه اكثر. طيب انا كيف بقدر استغل هي الفتره هالشهر لحتى شوي ابعد عن العادات السيئه اللي يمكن بالعاده بنساويها؟ تمام. هلا رمضان فرصه ذهبيه جدا لنوقف عادات سيئه ونكتسب ايضا عادات ايجابيه، مو بس ننتهي عن عادات إيجابية سلبية، كمان نكتسب عادات إيجابية منها. هي فرصة عظيمة اجتماعياً روحياً نفسياً مادياً معنوياً مالياً، لأنه بنلاقي كتير كمان أرزاق الناس بأوقات معينة بيصير بيزيد رزقها بهذا الشهر، بيزيد طاقتها بهذا الشهر، لأنه لما الواحد بيمتنع عن الأكل والشرب بيصير عنده طاقة روحية لأنه هو يتغذى من الروح، بعدين بصير في التهام للخلايا السرطانيه والخلايا العاجزه. لهيك بنشوف الناس اللي بيصوموا كثير من عدا رمضان، يعني اثنين وخميس، وانا صار لي سنه كمان رح احكي عن تجربتي، اثنين وخميس والايام البيض غالبا بالشهر، يعني 13 14 15 من الشهر الهجري، كان لها اثر رهيب وساحر على صحتي صراحه وعلى نفسيتي وعلى روحي. لهيك لما بيجي رمضان 30 يوم او اقل 29 يوم هو فرصه للتطهير للتنظيف لحتى نغير كثير برمجه بحياتنا هي خاطئه. في ناس ما بتعرف تستغل رمضان بان هي بتسهر، هو رمضان فرصه لحتى تنظم حتى نومك والغده النخاميه تفرز بطريقه كثير رائعه وتشبع نوم، يلي هي من 10 للتنتين، يعني ما في داعي نسهر بعد الساعة 10 ابدا ابدا للساعة 2 2 3 بتلاقوا حالكم فايقين رايقين جدا، الغدة النخامية فرزت كل المواد نظفت الجسم وطهرته، بفيق الواحد نشط في نام بعد منها يعني نص ساعة ساعة او في ما ينام ابدا لانه بيكون طاقته كثير عظيمة بهذا الوقت لما بينام يعني وبينظم وقته. دكتورة يعني للاسف هذا الكلام يعني نسبة كبيرة يمكن هي ما بتشتغل فيه لهذا الموضوع، والسهر هو عنوان واساس شهر رمضان المبارك. خلينا نحكي عن خطورة السهر وخطورة يمكن الوجبات الكتيرة، خطورة قديش ممكن يكون في مثل ما بنقول تخبيص من طبعا. حلو لمالح لفطور لسحور، هاي الأمور كلها يعني خلينا نحكي ضررها على الجسم وعلى النفسية بنفس الوقت. تمام. هلا أولا الهدف من الصيام هو مو إنه نحن ننوع بعدين بعد الصيام، الصيام لحتى نستفيد منه تماما لازم حتى الأكل اللي مو صحي الحلو مو ضروري ناكل حلو، التمر فقط، التمر الزبيب التين، هي الأشياء الطبيعية نستعين فيها، السكر الطبيعي فقط، ممنوع المشروبات الغازية الملونات، أي شيء مشروبات ملونة أنت عم بعد صيامك وتنظيف الجسم لك وأنه عم يأكل خلايا السرطانية أنت بترد بتعززها بالشغلات المقلية مثل البرك وكذا، وهيك فيك تشويها شوي مثلا بالمعجنات اللي هي بتتحول لسكريات وبتخلي الواحد بطاقة خمول، لهيك بدال الناس ما تكون مصحصحة برمضان وتكون هيك بطاقة قوية وإنرجي اللي هو مفروض هيك يكون، بتلاقيها مثبطة تعبانة مرهقة ما لها بتحكي مع حدا، سريعة الثوران والغضب إنه أنا لما بصير أي مشكلة وبيجوا بيحطوها على الصيام، لا مو الصيام أبدا، بالعكس الصيام بيقويك روحيا وبنفس الوقت إذا عرفت تصوم وتفطر صح، يعني تعتمد على الخضار، نعتمد على الزيوت مثل زيت الزيتون والأشياء الطبيعية، الأكل الصحي الخفيف مو ضروري ناكل أكل فظيع. بعدين الشغلة الثانية نحن لما ما بناكل كتير وبعدين بنتسحر مثلا تمر ومي شغلات بسيطة، نحن اللي بده ينزل وزنه يلي بده يتعالج من أي مرض بالعالم حتى السرطانات أثبتوا علميا أنه الصيام هو قادر على فعل هذا الشيء، لأنه هو فعلا بيلتهم الخلايا السرطانية. فينا نشرب زهورات بالسحور لأنه الزهورات كمان أنت رح تستفيد منها طول فترة الصيام، يعني الجسم بياخدها على معدة فاضية فحتستفيد منها بأكبر طريقة ممكنة، فقد ما درنا أنه نحن نستثمر صحيا بأنه نحن ما نخبص ما ناكل حلو مو ضروري، هذا شهر الحلو وشهر التخبيص، خلي وجباتنا نحن إلنا وللفقراء، يعني بنعرف أي حدا فقير نستقبل الفقير دائما دائما، لأنه ما في بركة إذا كنا أنانيين، ما في بركة. هو كمان صيام اجتماعي بتعزم عالم كتير، مو ضروري نعمل كمان عزايم مثل من زمان لأنه هلأ الوضع الاقتصادي والمادي ما بيساعد، بس نحن ممكن كل يوم وحدة وحدانية بعيلتنا، وحدة كبيرة بالعمر،
كل يوم لازم تكون في مشاركه على سفره الفطور، كل شخص يجيب سكبه صغيره ولا ما بتكفي؟ تماما تماما، يعني حتى بدال العزايم كل حدا يجيب معه سكبته ويجي، عن جد قمه المتعه، بنفس الوقت بتوفر وقت وجهد، ما بتضل الست البيت يعني بالمطبخ طول النهار يعني. اكيد تمام. يعني الى جانب الشيء الصحي والغذائي اللي حضرتك عم تحكي عنه، خلينا نحكي كمان شوي على الجانب النفسي. يعني قد ايه مهم اليوم كمان نستغل هذا الشهر بتنظيف نفسيتنا كمان، مو بس تنظيف جسمنا. خلينا نحكي شوي على بعض الاساليب والطرق. تمام، اول شيء غفران والتسامح. انا ما في، ورد المال لاصحابه، ورد الحقوق لاصحابه. يعني لما انا بكون عم صوم وبس عم امتنع عن الطعام والشراب، وفي حق للناس علي، في مال انا اكله على ناس، في بشغلي باعمالي، في شيء عندي مشاكل مع الناس اللي حوالي بوظيفتي بمكان عملي بعائلتي، انا ما تسامحت، ما غفرت، ما رددت الحقوق، حرمت مثلا البنت من ورثتها، من اخواتي، عماتي، بناتي، حكيت على العائله كلها مثلا، هذا كله يعني لا حاجه لله ان يقطع يعني يقطع اكله وشربه. اهم شيء التنظيف والتطهير، نسامح، نحب الناس اللي متخانقين معها، نعمل معها تليفون، نسلم عليها، نقول ان شاء الله رمضان مبارك، نحتفل بقدوم رمضان لانه هو شهر فعلا بيجي فيه الرزق والبركه، نتوقع من رمضان الافضل لحتى نحصل على افضل ما فيه. في ناس دائما بتتوقع انه انا راح اتعب، راح صوم في وقت كبير، ما راح، بالعكس هو فرصه لانه نكسر الروتين. وفي دائما في الناس الايجابيين اللي بيعرفوا يستثمروا الشهر صح، ما قبل رمضان غير ما بعد رمضان تماما، يعني بيكون نقلات نوعيه. وفعلا انا لاحظت كثير ناس حوالي يلي بيعرف يصوم صح، يعني جسديا، روحيا، نفسيا، اجتماعيا، يؤدي الزكاه، يعطي من زكاه ماله. طبعا الزكاه كمان الفكره انه يعطي من احب امواله، مو من الشغلات اللي بده يكبها، مثلا تاجر من الاغراض اللي بده يكبها، الشخص الطبيب او الصيدلاني بشغلات ادويه رح تنتهي صلاحيتها، بافضل ما عندك. كما لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، لما نحن بنحب بالخير لكل الناس، بنحب نطعمي الفقير نفس الاكل اللي نحن بناكله، اي حدا ممكن يجي لعنا، ابن السبيل، اي حدا يلاقي عنا ببيتنا الامان، السند، المحبه، الطعام الطيب اللذيذ اللي انا نفسه باكله ببيتي، مو ضروري الفاره. الكرم على قدر العطاء، مو على قدر ما نمتلك. يعني في ناس كثير فقراء ويمتلكوا الكثير من المال، وفي ناس اغنياء جدا ويمتلكوا القليل من المال. المال مو معيار، العطاء قد ايه احنا فينا نعطي، قد ايه فينا نعطي بحب. في ناس بيطبخوا بحب، فكل ما كنا عم نقدم هذا الشيء بحب، عم نتسامح بحب، مو عم بتسامح لانه والله كرمال مصلحه انه لا الله يغفر لي انا بدي اغفر، لا انا رح سامح لانه الله تكتيكيا رح يعطيني الافضل والاجمل ورح يعوضني. دائما العوض، يعني حتى لو مثلا حدا اكل حقوقنا او عامل شيء نحن منطالبه وكذا، بس بعدين خلص حاله سلام، ما بضل افكر فيه انه انا بدي زي بدي اخذ منه بدي اعمل، خلص لانه الاقدار كفيله ان هي ترد ما عمله. يعني الكون كثير عادل، فلما الإنسان خلص بيترك كل شيء لله وبيترك كل شيء لتدابير والكون ورب العالمين، خلص بيعيش بسلام تماماً، بسكينة، وبيستفيد أكبر قدر روحي من هذا الشهر الفضيل. دكتورة، بما أنه عم نحكي نحن عن الأشياء الروحية المهمة واللي نحن اليوم بهذا الوقت وبهي الضغوطات كلياتنا بعزتها، أدي بتحسي أنه هي طقوس شهر رمضان المبارك، سواء من صلاة وقراءة قرآن، جمعة العائلة، هي بتعطي نوع من السكينة والهدوء، كيف فينا نعززها اليوم بطريقة صح؟ هلأ الصلاة هي صلة، يعني وصول. أنا لما بدي صلي بدي أترك الله أكبر من كل شيء، من كل شيء حوالي، من مشاكلي، من عقدي، من قصصي، من الستريس اللي أنا طول النهار. لما أنا بشوف بهي النظرة بوصل لمرحلة السلام الداخلي، بوصل لمرحلة من التصالح مع الذات والوصول. يعني دائما كل ما كنت موصولة بالله، كل ما كنت موصولة لعباد الله، أكثر قربا منهم، أكثر حبا لهم، أكثر تفهما لحاجاتهم والاهتمام. يعني أنا لما بيكون أي حدا متضايق من شيء، الإنسان الشفاف الروحي بيشوف ما وراء الأشياء. ممكن الناس تحكي كلمة ما وراء، في ناس ما بتعبر عن الألم تبعها أو عن الاحتياج المعين الروحي، مثلا لقيت حدا تعبان أو هيك، روح زوره، شق على مريض، اعمل إيجابيات كثير قد ما فيني. طبعا برمضان وخارج رمضان، لكن رمضان عم بحكي فرصة للتدرب. مشاعر سلبية مثلا، ظن السوء بالناس، الغيبة والنميمة، إني أنا دائما أفكر إنه
بركي هيك، لا هي يمكن هيك قصدها او كذا، لا دائما احسن الظن بالاشخاص، لانه من يحسن الظن بالاشخاص ومن ياتي الله بقلب سليم كمان الله والكون سيرسل له من يتعاملون معه بقلب سليم وقلب طاهر يعني. فهو انعكاس، فكل ما كان علاقتنا موصوله بالله كان ما كانت علاقتنا موصوله بعباده، اكثر اخلاص في عملنا، اكثر حب للناس حوالينا، اكثر التزام بعهودنا ومواثيقنا مع الناس. يعني اذا تكلمنا كلمه بنكون ادى، اذا عملنا اي تصرف بنكون ادى. الحب الأطفال بنضل نحبهم، ما نقول عفاريت وقرود وجننوني وتعبوني. كثير احنا تعودنا بصراحة انه نحكي بهي الطريقة، بس لا، هن جنة، هن النعمة، هن عفرتهم هي شيء من الطاقة والحياة، يعني هن يعني أبناء الحياة. يعني لما نحن بيعملوا هيك بنعلمهم كيف يصلوا معنا، كيف يعدوا معنا، كيف يعني يعطوا الفقراء مثلا. هن أنا أعطيه لأبني الكيس ليعطيه لمثلا الناس فقراء، أعلمه هو ينفق. يلا أنت أنا أعطيتك مصروفك، نصه لك ونصه للناس الفلانة المعينة يعني. فهي الأشياء صدقاً أثرها أول شيء بتجي على الأهل، لأنه لما بتعلم ابنك الخير وبتزرعه فيه رح يثمر فيك بكبرتك، رح يثمر فيك بمواقف معينة. كلنا متعرضين لأوقات ضعف، لأوقات محنة، الإنسان ماله برتم معين. فلما بتنوع بهي المواقف بنلاقي أولادنا الدعم، الحب، السند، لأنهم هن امتلأوا وأشبعوا بالحب وبذرنا فيهم هالبذار، فهن رح يثمروا بأي وقت ممكن يكون. حتى البذار مو بس مع أولادنا، مع كل شيء حوالينا رح يثمر، مو من ضروري من نفس هي الجهة، من كل الجهات رح يجينا أبواب الدنيا حتتفتح لما نحن عن جد بنفتح قلبنا لله وللناس. أكيد يعني. ونحن عم نحكي عن هاي العادات، ما فينا كمان ما ننسى قديش الأسرة مهمة برمضان. ويمكن قلتي بالبداية أنه في كتير أشخاص بيكون في عندهم زعل، عندهم عتاب، الحياة مشاغل، الحياة اليوم صارت بتاخد الكل، ما عاد مثل الأول. خلينا نحكي شوي كمان عن حتى كيف نرجع نتواصل مع بعض، وخصوصا بعد هذا الزمن اللي صرنا فيه كلياتنا عم نتواصل على السوشيال ميديا. طبعا. بس يعني قدي مهم كمان نرجع لنتواصل من أول وجديد مثل ما كنا زمان. هلأ الصلحة بلمحة بيقولوا. فدائما لما أوقات أنت بتتواصلي على السوشيال ميديا في هذا حاجز الموبايل، أكيد، بينما يعطيك المشاعر تماما. بينما أنا لما بحط حالي بموقف يجمعني مباشرة بهذا الشخص وجها لوجه، فأنا رح أكسر كل شيء صدقا. أنا حتى مجربتها بحياتي، في أشخاص في كان بيناتنا مواقف يعني ضايقت منهم، لكن انكسر هذا الموقف تماما وصار يعني ولا شيء باللحظة اللي أنا قلبي التقى فيهم، اللي شفتهم يعني، وناس أقرباء طبعا يعني، قبل القريب قبل الغريب يعني. فدائما الإنسان اللي قلبه نظيف خلص بيتجاوز، بيسمح، بيسامح. كمان هي من ميزة الناس الناجحين، بيغفر، بيسامح، ببلش مشروع جديد، بيخسر، بيرد، بيقول يا رب، بيفتح أبواب تانية. طبعا أنا لا أعني إنه الإنسان يكون ساذج، يكون إنسان واعي يعني. أنا بحب وبسامح بدون شروط، بدون قيود، بنفس الوقت بكون حذر من أشخاص معينين إنه آلموني بيوم من الأيام، وهن كمان رسالة شكرا لهم لأنهم آلموني بمكان أنا لو ما هذا الألم ما كنت أقوى، لو ما هذا الألم ما كنت إنسان يستطيع التسامح. كيف بعرف حالي قلبي نظيف ولا لا، إني بقدر سامح ولا لا؟ على قد أنا ما بقدر إني أنا أتجاوز وأسمح، يعني أسمح بالرحيل لمشاعر، لأفكار، لأشياء، لمواقف سلبية، وعزز المواقف الإيجابية. وإذا حدا عمل معي كتير شغلات إيجابية وعمل موقف سلبي، نغفر له بحسنة الأشياء الإيجابية، لأنه الله كمان هيك بيعلمنا الحب وبيعاملنا بهذا الحب. الله ما بيشوفنا باللحظة اللي بنغلط فيها، بيشوف ما وراء شو قدمنا، بيشوف النية قدي أنا نيتي بهذا الشخص. النوايا كتير مهمة، لما بعمل أي شيء، لما بزور حدا، لما باخد أكلة لحدا، أنا يا ترى هي رياء إنه مشان العالم تقول حكا؟ الأفضل إنه تكون بالسر، الأفضل إنه تكون قبل الفجر بالليل يعني، والناس نايمين ما حدا يعرف عنك شيء، يكون سر بينك وبين الله يعني. كل ما كانت هي الأسرار موجودة كمان الله حيعطيك من أسراره ونوره بهذا الوقت المبارك يعني. فكل ما كنا أكثر قرب لأنفسنا، كل ما كنا قرب لله، كل ما كنا قرب لعباده. وهي وفي كتير معيار قدي أنا بحب ذاتي قدي بحب الله. فكل ما أحببنا ذاتنا من الداخل، طبعا الحب الإيجو غير الحب الإلهي. الحب الإيجو في أنانية، في جشع، في سوء مع الناس، بينما الحب الإلهي كل شيء أراه من نظرة الله، برى النباتات من نظرة بعيون الله، أرى الناس بعيون الله بجمال وبديع صنعه، بحتى السلبيين، الناس الأشرار والسلبيين بشوفهم هن الرسالة لحتى يحركوا شيء جواتنا إيجابي، لحتى يخلونا أكثر ثباتا على أخلاقنا، على مبادئنا، على الشيء اللي نحن
الخير اللي نحن عم نضل مستمرين بالعطاء ولو شفنا الشر. مو ضروري الناس تكون كلها شريره بيقولوا كل الناس صارت هيك، لا مو كل الناس، لو خليت خربت. نحن لازم نبدا الخير بانفسنا، ما ننطر الناس لتتغير، لانه ما حدا، مو مطلوب مني انا اني اغير الكون، انا مطلوب مني اني اغير حالي، وانا تغييري راح ياثر الفراشه. هي الفراشه بترفرف بجناحاتها بعلم الاقتصاد، ممكن تعمل عاصفه في مكان اخر تعمل خير كثير، تعمل تلقيح للنباتات، تعمل اشياء كثير عظيمه، تغير جو، ممكن يكون هذا الجو شوب كثير تعطيه هيك رطوبه لانه مثلا يكون على بحر على ساحل على شيء. فاثر الفراشه على قد ما له بسيط يلي هو التغيير النفسي، نحن نغير نفسنا، على قد ما له اثر كثير عميق وكبير ولو على المدى البعيد. طب دكتوره بتشوفي اليوم انه الشخص يبدا من حاله قبل حلول هذا الشهر الخير؟ طبعا احنا ما لازم ننتظر نعمل خير لحتى نكون بشهر رمضان المبارك، لا لازم نبدا فيه باي وقت وباي شهر وباي وقت نحن بنقدر كمان نقدم فيه خير. طيب بتشوفي انه نحن لازم نحط اولويات ان كان تغيير على مستوى الجسد، النفس، الروح وحتى على المستوى المحيط؟ تماما. هلا كمان فرصه ذهبيه انه الواحد على مستوى الجسد كمان انه يحاول الصيام كمان ما بعد رمضان، يعني مو ضروري انت تصوم، يعني 6 شوال كمان بتجي انه لتعزز هذا، هي القيمه حتى للصحه. يعني انا مثل ما قلت دائما بقول يا امه اقرا اقراوا، يا امه اقرا اقراوا، لازم حتى انا لما بتسمعوا مني ردوا راجعوا الاشياء اللي انا عم اقولها، هل هي مزبوطه ولا لا. دراسات علميه اثبتت انه الصيام هو بيعزز المناعه، بياكل الخلايا اللي فيها شيخوخه، بيزيد قدرتنا وطاقتنا، لانه نحن عم نتغذى بنصير حتى الكبد اللي عنده مشاكل بالكبد ودهون وقصص، اللي عنده غضب شديد جدا هو بيقدر يكون ريلاكس رواء، لانه هو اصلا يعني برضا. انا يعني لما الواحد بيعبد الله، هو الله مو جابرنا انه نعبد، هو تمام. فرض عليكم كتب عليكم الصيام، لكن هي الصيام من اجل مصلحتنا ومن اجل الارتقاء الروحي، وهي فرصه ذهبيه. وانه اللي ما بيقدر يصوم كثير، يعني على فكره حتى في ناس اوقات مريضين بقول لهم صوموا، حاولوا تصوموا قد ما فيكم قد ما بتقدروا، لأنه هذا الصيام هو فعلا بيعالج. لأنه في شاب كان بالحرب العالمية هلأ فاتح مثل مصح أو مكان ليتعالجوا فيه الناس عن طريق الصيام فقط، ويعني انذكر بخواطر وألف كتاب بهذا الشيء، انه انا لما بصوم فتره طويله بمتنع عن الطعام والشراب، فالخلايا لحالها بتجدد حالها. ليش الانسان المريض ما بيقدر ياكل؟ لانه هو بحاله صيام طبيعي فطري، بيقول لك انا مالي قدران اكل. لا تجبروا مريض على انه ياكل اي شيء ما بيناسبه، حاولوا انكم الزهورات مثل ما قلت نركز عليها بوقت السحور، لانه هي فتره للتنظيف، انه بعد منها ما بناكل، ناكل الخبز الكامل، يعني الخبز الكامل، ما ناكل الخبز الابيض ولا المعجنات، ناكل الخبز الكامل ولا المقالي. نحاول انه مثلا بدال ما اقلي بزيت مغمور بقلي بزيت الزيتون معلقتين او 3 معالق باكل فيهم. فهون انا اذا بدي بنحف بتعافى من الامراض، برتقي روحيا، بركز على العطاء الناس اللي حوالي، بجمع دائما على صفرتي، بحاول اني ما اكل لحالي، بحاول اني انا دائما اخذ سكبه واطلع لعند حدا اكل اذا كنت لحالي، حاول اني، لانه دائما رمضان فرصه، بحاول حتى الناس اللي ما عندي مشاكل معهم اني انا ما بحبهم وما بيحبوني، صار في تاتش بيناتنا، اني انا روح ودق بابهم واجي اقول لهم انا جاي افطر وجايبه يا حلو يا فطور معي. فهي قد ايه بتعزز حاله الحب. وصدقا ما في انسان شرير أكيد. بالمطلق او أكيد. انسان كاره بالمطلق. الانسان بيقولوا انه الانسان يعني عبد الاحسان او هيك بما معنى، يعني انه الانسان بالاحسان بلين بهذا، ما في انسان بتحسن له الا هالجزاء والاحسان الا الاحسان. صحيح. قد ما قدرنا نحسن لانفسنا، قد ما قدرنا نحسن للناس حوالينا، وقد ما قدرنا نحسن للكون كمان، ما نلوث، يعني اكبر قدر من عدم التلوث، انه ما نرمي النفايات باماكن فيها اذى، حتى عمال النظافه نقدر هذا الشيء، نكرمهم، لانه هن كمان لهم دور كبير كثير بانه هن عم يشيلوا هي القصه. كل شخص صحيح. اكيد هو قادر يقدم وقادر يكون مكان للخير وينشر الخير باي مكان فيه. بدي اتمنى لك رمضان كريم ورمضان كلياته خير لك ولعائلتك. شكرا لك كثير لك دكتور. شكرا لك ولوجودك معنا، لكل النصائح اللي قدمتيها. يا اهلا وسهلا.